النشاطات عليه منذ قليل وهو من الإخراج اللي راح يكون من خلال هذه المناجم. المخزون الوطني للذهب هو حوالي 124 طن، قدمنا 218 ترخيص منجمي، والعملية متواصلة يوميا. احنا وضعنا كخطة أولية الوصول إلى من 58 طن، نوصل في نهاية سنة 2021 إلى إنتاج 250 كيلوغرام من الذهب. وضعنا كذلك برنامج من خلال 3 سنوات هذه لكي نصل لما لا إلى 500 كيلوغرام من إنتاج الذهب عن في هذه الطريقة.